السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم قناة مستر كيحل بالعربي. شكرا لكم مرة أخرى على تفاعلكم مع دورتنا الخاصة بتجارة الدومينات، والتي تعتبر الدورة الأولى في الوطن العربي. بعد غياب دام لبعض الأسابيع أعود إليكم مرة أخرى بطريقة جديدة، وهذه الطريقة طريقة رائعة جدا، وسوف تستمتعون كثيرا وأنتم تطبقونها. هذه الطريقة تعتبر طريقة رائعة جدا من أجل إيجاد الهاند روجيستر الدومين، أي الدومينات التي تسجل لأول مرة. لكن في بعض الأحيان قد تجد الإكسباير الدومينز باستعمال هذه الطريقة، وهي أيضا طريقة جميلة جدا سوف تستمتعون بها. إذن أول شيء نبدأ به دائما هو الديسكليمر، والديسكليمر في هذا الدرس مهم ومهم جدا. أول شيء في هذا الديسكليمر هو أن هذه الطريقة لست أنا من اخترعها، بل هذه الطريقة تعلمتها من الأستاذ والأخ هاني حسين المعروف جدا في مجال التسويق عبر الأنترنت. سوف أترك لكم المقالة التي سوف نقوم بتطبيقها الآن إن أردتم قراءتها، فسوف تجدون رابطها أسفل هذا الفيديو. أنصحكم بقراءتها وأيضا تطبيق الشرح الذي سوف أقوم بشرحه. هذه الطريقة طريقة رائعة جدا، قمت بأخذها وقمت بزيادة لمستي الخاصة، بما أنني أنا أيضا أشتغل في مجال تجارة الدومينات، فلقد قمت بإضافة لمستي الخاصة من أجل أن تكون الطريقة رائعة ومفيدة لكي تحقق منها ربحا كبير. أوكي. ثاني شيء في الديسكليمر هو أنك لكي تطبق هذه الطريقة يلزمك أن تتقن اللغة الإنجليزية. هنا ليست مثل الطرق السابقة، هنا يجب فعليا أن تتقن اللغة الإنجليزية. إن كنت لا تتقن اللغة الإنجليزية فأنصحك بأن تقوم بتطبيق الطرق السابقة. هذه الطريقة أنصح فقط الأشخاص الذين يتقنون اللغة الإنجليزية أن يقوموا باستعمالها. ثالث شيء في هذا الديسكليمر هو أنك يجب أن تعطي للطريقة وقتها، يعني لا تتسرع أبدا في تطبيقها. لا تظن بأنك سوف تقوم بتطبيقها في يوم واحد أو يومان وتظن بأنك سوف تجد دومين جيد. من الممكن أن تقوم بإيجاد دومينات، هذا شيء وارد جدا، لكن الطريقة يجب أن تطبقها على الأقل 3 أيام أو 4 أيام متتالية، لأنك سوف تقوم ببحث معمق ومعمق جدا من أجل إيجاد دومين رائع جدا. وهذا الوقت الذي سوف تقوم باستثماره من أجل إيجاد هذا الدومين، إن شاء الله إن طبقت جميع النصائح ولم تتسرع، فتأكد معي بأنك سوف تجد دومين رائع جدا يجلب لك الكثير من الأرباح. لذلك مرة أخرى أنصحك بأن تقوم بتطبيق هذه الطريقة لثلاث أيام أو 4 أيام أو حتى أسبوع، يعني متتالي. كل يوم سوف تقوم بمرحلة من المراحل التي سوف نقوم بفعلها الآن، وفي الأخير سوف تتحصل على دومين رائع. أنصحكم بأن تقوموا بهذه الطريقة مرة في الشهر، لأنك في كل شهر إن شاء الله سوف تقوم بإيجاد دومين رائع جدا. رابع شيء في هذا الديسكليمر هو أنك يجب عليك أن تقوم بتطبيق ما أقوم بعمله. لا تقم أبدا بالإبداع، أنت لازلت الآن تتعلم الطريقة. عندما سوف تقوم باحتراف هذه الطريقة آنذاك يمكنك أن تقوم بالإبداع وإضافة لمستك الخاصة أنت أيضا، ولما لا أنت أيضا تشرح لنا طريقة جديدة ونستفيد أيضا من خبرتك. إن شاء الله نحن في طور التعلم، ونحن الآن أصبحت لدينا يعني عقلية جيدة جدا كدومينرز، لم تصبح لدينا العقلية السابقة التي كانت لدينا. فالعديد منكم أصبح الآن يعني يفهم بأنك يجب أن تنتظر الكثير من الوقت من أجل أن تقوم ببيع الدومينات. بعضكم الآن أصبح يفهم بأن ليست جميع الدومينات تباع بملايين الدولارات، وهذا شيء رائع جدا. والعديد منكم كان يظن بأنك فقط من شرائك لدومين فهذا يعني أنك أصبحت مليونيرا، وهذا شيء خاطئ. والحمد لله لقد تم تغيير هذه النظرة، وأصبح الآن الإخوة العرب يعني يعملون في هذا المجال ويحققون بعض الأرباح.
خامس شيء في هذا الديسكليمر هو أنك يجب أن تركز على الجودة، لا تقوم فقط بالتركيز على احترام الشروط. هنا الأمر ليس تشيك ليست وليس رياضيات، أنت سوف تقوم بالتنقيب عن الدومين الرائع جدا، الدومين الذي سوف يجلب لك الكثير من الأرباح، وهذا الأمر سوف تتحصل عليه بالجودة. هنا أنت سوف تقوم بتطبيق ما سأقوم بتطبيقه، ولكن سوف تركز على الجودة ولن تقوم بأخذ أي دومين يحترم جميع الشروط، لأنك سوف تجد دومينات تحترم جميع الشروط لكنها ليست ذو جودة عالية، وسأشرح لكم ماذا تعني الجودة العالية في هذا النوع من الدومينات. أوكي؟ إذن بعد أن تعرفنا على الديسكليمر، الآن سوف نمر إلى الخطوات التي سوف نقوم بنهجها. هذه الخطوات أنصحكم أن تقوموا بتطبيقها حرفيا بنفس الطريقة التي سوف أقوم بشرحها، لكن أتمنى منكم أن تركزوا قدر الإمكان، لأنك إن لم تركز فلن تفهم الطريقة بالشكل الصحيح. هذه الطريقة عندما سوف تكمل هذا الفيديو أنصحك بأن تذهب إلى المقالة التي سوف أضعها الخاصة بالأستاذ هاني حسين، وسوف تقوم بقراءتها وسوف تستفيد كثيرا. أول خطوة سوف نقوم بها هو اختيار النيتش، وهنا أسطر على هذه المسألة. اختيار النيتش لا يجب أن يكون شيء اعتباطي، يجب أن تختار النيتش، إما نيتش تحبه وتستمتع وأنت تقوم بالبحث عنه، أو سوف تقوم بالبحث عن نيتش، هذا النيتش أنت مهتم به وتريد أن تقوم باستعماله في المستقبل. في هذا الشرح إن شاء الله سوف أقوم باستهداف نيتش الكارز، يعني نيتش السيارات. لماذا؟ لأنه بكل بساطة أنا أيضا مهتم بهذا المجال، لذلك أصبحت أبحث عنه كثيرا في الآونة الأخيرة. ثاني خطوة من هذه الخطوات، وأننا بعد أن نقوم بإيجاد هذا النيتش يجب علينا أن نقوم بإيجاد الكلمات الرئيسية في هذا النيتش، ولا تقلقوا سوف أقوم بشرح كل شيء على حدة، بالشرح العملي والتطبيقي كما العادة. أوكي؟ ثالث خطوة من هذه الخطوات هو أنك يجب أن تجد مرادفات للكلمات التي قمنا بإيجادها كما قلنا. فالخطوة الثانية هو أن نجد الكلمات الرئيسية الموجودة في هذا النيتش، بعد هذا سوف نقوم بالبحث عن الكلمات المرادفة للكلمات الرئيسية التي قمنا بإيجادها، هذا سوف يساعدنا كثيرا من أجل إيجاد دومينات رائعة جدا. رابع خطوة من هذه الخطوات هو أن نقوم بإيجاد كلمات تجميلية أو كلمات تكميلية للكلمات الرئيسية التي قمنا بإيجادها. يعني مثلا لو قمنا بإيجاد مثلا كلمة تخص مثلا سوق السيارات، الكلمة التجميلية أو الكلمة التكميلية التي يمكن استعمالها مع كلمة cars هي مثلا rental، يعني كراء، يعني كراء السيارات. يعني هنا كلمة rental تعتبر كلمة تجميلية أو كلمة تكميلية، أظن أن الأمر واضح جدا، لكن إن شاء الله مع الشرح العملي والتطبيقي سوف تفهمون الأمر بكل سلاسة. خامس خطوة من هذه الخطوات وأننا يجب أن نقوم بالبحث عن مستجدات هذا النيتش. ماذا نعني بالمستجدات؟ بكل بساطة آخر الاختراعات الموجودة في هذا النيتش، آخر المعلومات التي تم اكتشافها في هذا النيتش، وأيضا آخر الأخبار الموجودة في هذا النيتش. هذا النيتش يجب أن نقوم بالبحث عنه وفهمه فهما كليا، لأننا إن فهمنا هذا النيتش بشكل متعمق فتأكد معي بأننا سوف نقوم بإيجاد دومينات رائعة جدا. أوكي؟ ولا تقلقوا سوف أقوم بشرح كل شيء على حدة. سادس خطوة من هذه الخطوات وأننا بعد أن نقوم بإيجاد الكلمات الرئيسية وأيضا الكلمات المرادفة للكلمات الرئيسية وأيضا الكلمات التجميلية وأيضا البحث عن المستجدات الموجودة في هذا النيتش، الآن سوف نقوم بدمج الكلمات. وعندما سوف نقوم بدمج الكلمات سوف نحاول أن نحترم الإنجليزية الصحيحة ونحترم المعايير التي قمنا بذكرها في الدروس السابقة من أجل أن نقوم بإيجاد الدومينات الأولية. هنا عندما سوف نقوم بإيجاد الدومينات الأولية، هذا لا يعني أبدا أن هذا الدومين سوف نقوم بشرائه في الحين، لأنه
توجد الخطوة الأخيرة، هو أننا يجب أن نقوم بتحليل هذه الدومينات من أجل أن نقوم باختيار أجودها. نعم، في بعض الحالات سوف تجد بأنك قد وجدت 30 دومين، 40 دومين، أو حتى 100 دومين، لكن سوف نقارن الدومينات فيما بعدها، سوف نحلل الدومينات، إن كانت تحترم المعايير الخاصة بالتحليل سوف نقوم بأخذ هذه الدومينات ونضعها أيضا، بعد هذا سوف نقوم باختيار الأجود على الإطلاق. يعني بعد التحليل لو وجدنا مثلا 15 دومين سوف نختار الأجود على الإطلاق، يعني دومين أو دومينين أو حتى 3 دومينات. أوكي، الأمر سوف يأخذ الكثير من الوقت، الفيديو قد يكون طويل بعض الشيء، لكن تأكدوا معي بأن هذه الطريقة طريقة رائعة جدا، وسوف تقومون بالاستمتاع وأنتم تقومون بتطبيقها. أوكي، إذن بعد أن تعرفنا على الديسكليمر وتعرفنا على الخطوات التي سوف نقوم بتطبيقها، الآن سوف نمر إلى الشرح العملي والتطبيقي. قبل أن نبدأ في الشرح العملي، بالنسبة للإخوان الذين يشاهدون هذا الفيديو لأول مرة، أنصحكم بأن تقوموا بمشاهدة الدورات الأخرى التي قمنا بنشرها، خصوصا الدورة الأولى الخاصة بتجارة الدومينات، دورة تجارة الدومينات الشاملة، والتي أشرح فيها جميع التفاصيل التي سوف تفيدكم إن شاء الله. بعد أن أنهي هذه الدورة سوف أمر معكم إلى الدورة الثانية الخاصة بتسويق الدومينات، سوف أكملها وأعود إليكم مرة أخرى مع دورة خاصة بالبراند إيبل دومينز، أو الدومينات الخاصة بالشركات. أيضا في الدرس القادم إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة الدومينات الخاصة بشهر يوليوز، يعني إن كان لديك أي دومين كيفما كان فقط ضعه في المنشور الذي سوف أقوم بنشره لاحقا، لكي أقوم بمراجعة الدومينات الخاصة بكم. لكي نقوم باختيار النيتش، يعني أنت كما قلنا سوف تقوم باختيار النيتش الذي تحبه والنيتش الذي تستمتع وأنت تبحث عنه، لا تختار أي نيتش كيفما كان فقط لأنك تظن بأنه مربح. جميع النيتشات هي مربحة، والنيتشات التي أنت تفهم فيها كثيرا تأكد معي بأن هذه النيتشات سوف تكون رائعة جدا، وسوف تحقق منها الكثير من الأرباح. أوكي، إذن كما قلت لكم بأنني اخترت أن أقوم باستعمال نيتش الخاص بالسيارات، سوف نذهب إلى الموقع الذي نستعمله دائما، هو موقع namebio.com. سوف نكتب كلمة cars لأنه النيتش الذي سوف نقوم باستهدافه. لا تخسر أي شيء، فقط قم بالضغط على search، سوف ترى 100 نتيجة. إذن سوف ترى بأن هناك مبيعات تتراوح من 100 دولار إلى 10,000 دولار كما نرى. سوف نقوم بترتيب مثلا بالأعلى سعر، سوف نرى أرقام خيالية جدا لأن هذا النيتش يعتبر نيتش بريميوم، يعني نيتش عليه طلب كبير جدا. لكن كما قلت يجب أن تقوم باختيار النيتش الذي أنت تستمتع وأنت تقوم بالبحث عنه. هنا أيضا يمكنك استعمال كلمة كاتيجوري، يعني مثلا تختار بيزنس، تضع سيرش، سوف تجد أيضا مجموعة من الدومينات تباع بأثمنة كبيرة جدا، يعني هنا يظهر لنا بأن هذا النيتش نيتش جيد جدا، وسوف نقوم باستعماله من أجل إيجاد دومينات رائعة جدا. بعد هذا سوف نقوم بالذهاب إلى إكسل، سوف أترك لكم هذا الملف إن شاء الله في مجموعتنا على فيسبوك، مجموعة Make Money with Mr. Kihl. هذا الملف سوف نستعمله، يعني هنا هو فارغ، لكن إن شاء الله بعد نهاية هذا الفيديو سوف تجدون بأنني قمت بتجهيزه سابقا، وسوف أقوم بمشاركته أيضا، يعني هذا الأمر أخذ مني أكثر من أسبوع وأنا أبحث وأتعمق في هذا النيتش من أجل إيجاد دومينات جيدة، وبالفعل لقد وجدت دومين جيد وقد قمت بشرائه، وسوف أقوم أيضا بمشاركته معكم من أجل أن تأخذوا فكرة عن طريقة العمل. الآن سوف نرى الطريقة التي سوف نقوم بنهجها من أجل إيجاد الكلمات المستخرجة. أول شيء، بما أننا سوف نقوم باستهداف كلمة cars يعني السيارات، ما دمت أنت تحب هذا النيتش أو أنت مهتم بهذا النيتش فمن البديهي جدا أنك تعرف بعض الكلمات التي تستعمل في هذا النيتش، يعني مثلا كلمة vehicles، vehicles أيضا كلمة مرادفة لكلمة cars،
أيضا كلمة أوتوموتيف أيضا تعتبر كلمة من عائلة كلمة كارت. أيضا كلمة أوتوموبيل يعني هنا يظهر بأنك على الأقل تعرف بعض الكلمات. سوف تضع هذه الكلمات في الكلمات المستخرجة، يعني تقوم أولا بالبحث في ذهنك، سوف تفكر في الكلمات التي هي من نفس عائلة كلمة كارت. إن قمت بإيجاد كلمات كثيرة فهذا يعني بأنك مهتم كبير جدا بهذا المجال. ثاني شيء سوف نقوم به بعد أن نقوم بإيجاد الكلمات المستخرجة من ذهنك، سوف نذهب إلى جوجل ونضع بكل بساطة كلمة كارز بين شرطتين. ماذا سوف نقوم بفعله؟ سوف نقوم مثلا بالدخول إلى الموقع الأول، تقوم بقراءة هذا الموقع، يعني سوف ترى إن كان هناك كلمات لها نفس العلاقة، يعني هنا يظهر كلمة سيدان، يعني هذا نوع من السيارات. أيضا نأخذ هذه الكلمة نضعها هنا في الكلمة المستخرجة. أيضا ترى كلمة كوبي، كلمة ساف، كلمة كروس أوفر، يعني أيضا هذه تعتبر أنواع من أنواع السيارات لكشري كار. نعم، لكن من الأفضل فقط وضع كلمة واحدة لأننا نقوم بالبحث عن دومينات تحتوي على كلمتان فقط ولا نريد دومينات طويلة. أوكي، وهنا لا تقوم أبدا باختيار هذه الأشياء لأنها تعتبر عليها حقوق طبع ونشر، ولا أفضل أبدا أن تقوموا باستعمال أي شيء عليه حقوق طبع ونشر لأنك تغامر بأموالك وقد تقوم بفقدان الدومين بدون حتى أن تقوم بتحقيق أي شيء. بعد أن نقوم بالبحث في الموقع الأول نمر إلى الموقع الآخر، أيضا تقوم بنفس الأمر، تقوم بالدخول إلى الموقع الثاني، أيضا الموقع الثالث، تقوم بقراءة جميع الأشياء الموجودة هنا لأنك سوف تجد الكلمات المتداولة المستعملة مع هذا النيتش. كما تعلم جيدا بأنه في أي نيتش كيفما كان هناك بعض المصطلحات التي تستعمل فقط في هذا النيتش، يعني مثلا لو كان نيتش خاص بالإيميل ماركتينج يعني التسويق عبر البريد الإلكتروني، فمثلا كلمة فانيل، يعني كلمة فانيل تستعمل في الإيميل ماركتينج، لن يقوم أي شخص يعني لا علاقة له بالإيميل ماركتينج بأن يقوم بفهم كلمة فانيل. هنا أيضا أنت سوف تقوم بنفس الشيء، سوف تقوم بالدخول إلى هذا النيتش، تقوم بالبحث. لذلك قلت لك بأنك يجب أن تحب هذا النيتش وأيضا أن تكون مهتما به لأن قراءتك للمعلومات الخاصة بهذا النيتش لن تشكل عليك عبئا لأنك وبكل بساطة أنت مهتم بهذا النيتش. يعني بعد أن تقوم بالبحث في الصفحة الأولى تمر إلى الصفحة الثانية، تقوم بقراءة أي شيء، يعني فكر وكأنك تريد مثلا فتح موقع أو مثلا العمل أي شيء بهذا النيتش. المهم هو أنك يجب أن تقرأ كثيرا على هذا النيتش من أجل أن تقوم باستخراج كلمات رائعة. هذه تعتبر الطريقة الأولى من أجل استخراج الكلمات الرائعة. الطريقة الثانية هو أنك تقوم بكتابة مثلا types، يعني تقوم باختيار النيتش وتكتب كلمة types بجانبها، يعني هنا يظهر كلمة types، هنا يظهر الأنواع الخاصة بالسيارات. تقوم أيضا بنفس العملية، تقوم بالدخول إلى الموقع الأول، الموقع الثاني، الموقع الثالث، تقوم بقراءة كل شيء وتقوم باستخراج الكلمات الرئيسية التي سوف نقوم باستعمالها لاحقا. تقوم أيضا بوضعها هنا في الكلمات المستخرجة. بعد هذا سوف نقوم بالبحث عن المرادفات. هنا أخص بالذكر فقط المرادفات الخاصة بالنيتش الذي نقوم باستعماله. ندخل إلى جوجل ونقوم بكتابة مثلا كار سينونيم، لأن سينونيم تعتبر ترجمة لكلمة مرادف. هنا يظهر لك بأن هناك كلمة أوتوموبيل، هنا يظهر أيضا كلمة موتور، لكن لا تقوم باختيار أي كلمة كيفما كانت لأن المرادفات ليست كلها تعني نفس الشيء. هناك مرادفات تكون معانيها قريبة جدا من المعنى الأصلي للكلمة الدلالية الرئيسية، وهناك بعض المرادفات التي يعني تعني هذه الكلمة لكن بشكل جزئي أو شكل بعيد جدا. لذلك مرة أخرى أنصحكم بأن تقوموا بالبحث عن المرادفات لكن بطريقة صحيحة جدا. أنا دائما أستعمل هذا الموقع، موقع synonyms.com، يعني هنا يظهر لك بأنه يعطيك الكثير من الكلمات المرادفة لهذه الكلمة.
يعني مثلا هناك اوتو، اوتوموبيل، ماشين، موتور كارز، هذه ايضا كلمات جيدة جدا تقوم باخذها وتضعها ايضا في الكلمات المستخرجة هنا. يعني هنا حاول ان تجد اكبر قدر ممكن من الكلمات لاننا سوف نحتاجها لاحقا. اوكي، بعد ان تقوم بايجاد هذه المرادفات التي تعني نفس الكلمه، ولا تقوم باختيار اي مرادف كيفما كانت، بعد هذا سوف نبحث عن الكلمات المستعمله في هذا النيتش. يعني مثلا سوف نقوم بكتابه most words used with cars، يعني الكلمات التي تستعمل كثيرا مع كلمه cars. يعني سوف نقوم بالبحث عن الكلمات التي تستعمل كثيرا في هذا النيتش. يعني مثلا كلمة جاراج، نعم، يعني كلمة جاراج أيضا تستعمل مع كارز كما أنها تستعمل مع أشياء أخرى، مثلا ريبير يعني إصلاح أيضا تستعمل مع كلمة كارز. أيضا تقوم بأخذ هذه الكلمات وتضعها هنا في الكلمات المستخرجة، ويفضل أن تكون كلمة واحدة ولا تضع مثلا كلمتين. أوكي، أتمنى أن الشرح واضح، وأتمنى أنكم تركزون معي. عندما سوف أقوم بمشاركة الكلمات سوف تفهمون جيدا على ماذا أتحدث. بعد أن نقوم بالبحث عن هذه الكلمات، الآن سوف نرى الأشياء التي يسأل عنها الناس. يعني مثلا في أي نيتش كيف ما كان، هناك أشخاص يعني لديهم أسئلة، أشخاص لديهم مشاكل، يقومون بالدخول مثلا إلى موقع كورة، نعم موقع كورة معروف جدا في الأسئلة والأجوبة. تدخل إلى موقع كورة وتقوم بكتابة، مرة أخرى تقوم بكتابة كلمة كارز، وهنا سوف ترى العديد من الأسئلة والعديد من الأجوبة. سوف تقوم باختيار مثلا هذا السؤال، تقوم بقراءته ورؤية إن كان هناك كلمات، يعني مثلا كلمة إنجين أيضا كلمة جيدة. تقوم أيضا بقراءة الأجوبة، سوف ترى بأن هناك العديد والعديد من الكلمات التي يمكن استعمالها ككلمات مستخرجة. نعم، ترى السؤال الأول، ترى أيضا السؤال الثاني، السؤال الثالث، الرابع. لذلك قلت لكم بأن هذه الطريقة تأخذ الكثير من الوقت، لا تقوم أبدا باختيار هذا النيتش في يوم واحد أو يومان، أنك لن تعطي للأمر حقه، لأن هذا الأمر صراحة هو متعب. لكن تأكد معي بأن النتائج التي سوف تتحصل عليها هي نتائج رائعة جدا. يعني بعد أن تقوم بقراءة هذه الأسئلة، تقوم باستخراج أكبر عدد ممكن من الكلمات. هذه الكلمات سوف نستعملها لاحقا في أشياء أخرى، وهذه الأشياء سوف تنفعكم كثيرا. أوكي، بعد أن ترى الأسئلة وتقوم باستخراج أيضا الكلمات الدلالية، تقوم مرة أخرى بالرجوع إلى جوجل وتكتب مثلا cars forums. يعني أيضا المنتديات هو مكان رائع جدا من أجل استخراج كلمات رائعة، لأن يعني المنتديات تحتوي على أشخاص مهتمين بهذا النيتش، وهناك أيضا تجد مجموعة من الدردشات الخاصة بمجال الكارز. تقوم بالدخول إلى جميع الفوريمز التي تجدها، تقوم بقراءة على ماذا يتحدثون، ما هي المواضيع التي يتحدثون عنها، ما هي المشاكل الموجودة، وتقوم أيضا باستخراج الكلمات التي سوف تنفعك. هنا أيضا سوف تجد كلمات تستعمل فقط في نيتش الكارز، وهذا ما نقوم بالبحث عنه لأنه سوف ينفعنا كثيرا. أوكي، إذن هنا نحن تعرفنا على الطرق التي سوف نقوم بنهجها من أجل إيجاد الكلمات المستخرجة. أتمنى أن تقوم بإعادة هذا الشرح، لأن هذه النقطة تعتبر أهم شيء في هذا المحور. إن كانت هذه المرحلة مرحلة فاشلة، فتأكد معي بأن جميع الطرق الأخرى سوف تكون فاشلة أيضا. كما ترون بأنني هنا قمت باستخراج العديد والعديد من الكلمات، يعني كلمة كارز، فييكول، أوتوموبيل. يعني كما ترون لقد قمت بإيجاد أكثر من 65 كلمة سوف تستعمل في نيتش الكارز. الآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية، وأننا نأخذ مثلا كلمة فييكول، يعني نأخذ الكلمات التي قمنا باستخراجها ونقوم بالبحث عن مرادفات لهذه الكلمات.
يعني مثلا كلمة فيكول والتي تعتبر مرادف لكلمة كار سوف نقوم بالبحث عن السينونيم الخاص بها. مرة أخرى نكتب فيكول سينونيمز، سوف تجد هنا مجموعة من السينونيمز. أيضا سوف تقوم باختيار السينونيمز أو المرادفات التي تعني نفس الكلمة وليس لديها معنى بعيد جدا. لذلك سوف نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى موقع synonyms.com. سوف نرى هناك مجموعة من الاقتراحات الرائعة جدا، تقوم بأخذها ووضعها هنا. يعني لا مشكلة بأن تقوم بإيجاد ثلاثة أو أربعة، فقط ركز أنك تقوم بإيجاد مرادفات للكلمة الثانية كلمة vehicles. بعد أن تقوم بإيجاد المرادفات الخاصة مثلا بالكلمة vehicles، سمر مثلا إلى الكلمة الثانية التي قمت بإيجادها، تقوم بنفس العملية، تقوم بالبحث عن السينونيمز أو المرادفات الخاصة بها، تضعها هنا، تمر مرة أخرى إلى أوتوموتيف أو الكلمة التي قمت بإيجادها، يعني تقوم بنفس الأمر على جميع الكلمات التي قمت بإيجادها. أتمنى أن الشرح واضح، وإن لم تفهم فقط قم بإعادة المشاهدة. أنا لا أريد أن أقوم بالشرح التطبيقي المحض فقط من أجل أن لا يكون هذا الفيديو طويل جدا، لكن على العموم أنا أحاول أن أبسط لكم العملية وأبسط لكم الطريقة حتى تفهموها بشكل كبير. إن لم تفهموا قم بإعادة مشاهدة هذا الفيديو أو قم بقراءة المقالة الخاصة بالأستاذ هاني حسين، وتأكد معي بأن الطريقة سوف تكون سهلة جدا. بعد أن قمنا بإيجاد الكلمات المستخرجة ووجدنا المرادفات الخاصة بالكلمة المستخرجة، بعد هذا سوف نمر إلى الكلمات التجميلية أو الكلمات المكملة، والتي سوف تنفعنا كثيرا من أجل إيجاد دومينات رائعة. يعني سوف نقوم مثلا بالبحث عن list of all verbs، يعني جميع الأفعال الموجودة في اللغة الإنجليزية. هنا يظهر مثلا 700 فعل سوف نقوم بالبحث عنه. هنا لا تأخذ أي فعل كيفما كان، يعني يجب عليك أن تقوم باختيار فعل يتناسب مع النيتش الذي نستهدفه، يعني نيتش الكارز. يعني مثلا buy cars هذا فعل جيد، مثلا sell cars، drive cars، rent cars. يعني هنا يظهر بأنه أفعال جيدة جدا. لكن مثلا eat cars هذا خاطئ، drink cars هذا خاطئ أيضا، sleep cars أيضا هذا خاطئ. لذلك قلت لكم بأنكم يجب أن تكونوا يعني تفهمون اللغة الإنجليزية. سوف تقوم باختيار مثلا الأفعال التي يمكن استعمالها مع كلمة cars. بعد هذا يعني مثلا هنا buy، تأخذ مثلا كلمة buy، سوف تضعها هنا في الكلمات المكملة أو الكلمات التجميلية. بعد أن تنتهي من الأفعال تعود مرة أخرى وتقوم بكتابة list of all adjectives. يعني أيضا النعت أيضا مهم جدا، لأن النعت يقوم بوصف الأشياء التي تكون بعدها. أيضا تقوم بنفس الأمر، تقوم بالبحث عن الأدجكتيف التي يمكن استعمالها مع كلمة cars، يعني مثلا nice cars، beautiful cars، relaxing cars، perfect cars أيضا هي أيضا رائعة جدا. تقوم باختيار فقط الأدجكتيف التي تتناسب مع كلمة cars، وأيضا تقوم بوضعها هنا في الكلمات التجميلية أو الكلمات التكميلية. بعد هذا سوف تفكر في الأشياء التي يمكن استعمالها أيضا، يعني مثلا cars deals أيضا يمكن استعمالها، مثلا cars market أيضا يمكن استعمالها، مثلا car store أيضا يمكن استعمالها. يعني سوف تفكر في الكلمات التي يمكن استعمالها مع كلمة cars وتقوم بوضعها هنا في الكلمات التجميلية. تضع أكبر عدد ممكن من الكلمات التي سيجدها، لأنها سوف تنفعنا كثيرا في عملية البحث عن الدومين. لا تقلقوا، فهذه الأشياء سوف أقوم بمشاركتها معكم، ويمكنكم اعتبارها كهدية مني فقط لأنكم من المتابعين الأعزاء. بعد هذا سوف نقوم بالبحث مثلا عن آخر الاختراعات الموجودة في سوق السيارات. مثلا تقوم بكتابة آخر الاختراعات الموجودة في الكارز، يعني هنا يظهر لك Connected Mobile Apps، تقوم بأخذها ووضعها هنا.
يعني في الكولون رقم 4. نفس الأمر تين درايفر تكنولوجي، تقوم بقراءة هذه المقالة، تقوم أيضا بقراءة هذه الأشياء وتقوم بملء هذا العمود. نحن الآن فقط نقوم بعملية البحث، يعني نحن لم نقم الآن بشراء أي دومين ولم نقم أبدا باختيار أي دومين. بعد أن نقوم بإيجاد هذه الأشياء نكون فعليا قد قمنا بعملية التنقيب. الآن سوف نمر إلى الطريقة التي سوف نجد بها الدومينات الجيدة. بالنسبة لطريقة البحث، الطريقة سوف تكون كالتالي، يعني مثلا تأخذ الكلمة الأولى كلمة cars، تذهب مثلا إلى موقع Namecheap أو أي موقع ترى مثلا كلمة drivers، كلمة drivers أيضا كلمة جيدة. ما دمنا لا نستطيع وضع كلمتان جمع في اللغة الإنجليزية سوف نكتب مثلا cardrivers.com، سوف نرى إن كان هذا الدومين متاح، فمن البديهي جدا أنه غير متاح، وكما يظهر لكم صاحبه يريد بيعه بهذا الثمن الكبير جدا، فمن البديهي جدا بأنك لن تقوم بإيجاده. سوف تذهب مثلا وتختار كلمة أخرى مثلا كلمة hybrid. ما دمنا نريد احترام اللغة الإنجليزية فمن البديهي جدا بأنها سوف تكون hybridcars.com وليس cars hybrid. يظهر بأن هذا الدومين غير متاح، هذا شيء عادي جدا لأن النيتش به العديد والعديد من المنافسة. لذلك سوف تقوم بنفس العملية في الكلمات الأخرى، تقوم بالبحث باستعمال الكلمات الرئيسية وتتأكد بأنك تحترم الإنجليزية الصحيحة. إن وجدت أي دومين تضعه هنا في دومين رقم 1، نفس الأمر تقوم بتطبيقه على المرادفات، نفس الأمر تقوم بتطبيقه على الكلمات التجميلية، نفس الأمر تقوم بتطبيقه على الانفونشن، يعني مثلا connected cars.com، يعني لا تضع connected mobile apps cars، لا يا أخي، فقط قم بوضع الكلمة الرئيسية يعني connected cars.com، وتقوم بملء أيضا هذا العمود. بعد أن تنتهي من كلمة cars تقوم بتغيير كلمة cars من vehicle، يعني مثلا كلمة vehicle سوف نضعها هنا مكان cars، يعني مثلا hybrid vehicle. هنا هذا النوع من النيتشات يفضل دائما أن تكون الكلمة الثانية جمع، يعني hybrid vehicles، هنا أنت تحترم الإنجليزية وأيضا تعطي للزبون أن يشتغل في مجموعة من الخصائص، يعني hybrid vehicle فقط تستهدف vehicle واحدة، لكن hybrid vehicles فهذا يعني بأنك لديك العديد من الvehicles التي هي من نوعية hybrid. تقوم بنفس الأمر على كلمة vehicle عندما تنتهي مثلا من الكلمة الثانية أو كلمة vehicle التي قمت بإيجادها أنا، تقوم بالمرور مرة أخرى إلى الكلمة الأخرى، يعني جميع الكلمات المستخرجة التي قمت بإيجادها سوف تقوم بتطبيق نفس الأمر عليها. هذه تعتبر الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أنك تقوم بالذهاب مرة أخرى إلى موقع NameBio وتقوم بالبحث واختيار على السعر وترى إن كان هناك كلمات تستعمل كثيرا مع كلمة cars. هذه الكلمة سوف تنفعنا كثيرا من أجل إيجاد الدومين الرائع. كما يظهر بأنه كلمة used cars for sale، cheap used cars، usedcars.co، يعني يظهر بأن كلمة used هي كلمة تستعمل كثيرا مع كلمة cars. هذا شيء رائع جدا بالنسبة لك أنت في النيتش الخاص بك. سوف تقوم بوضع نفس الكلمة التي تقوم بالبحث عنها، تقوم بتحليل هذه الدومينات وترى الكلمات التي تستعمل كثيرا مع النيتش الرئيسي والتي بها مبيعات كبيرة. سوف تأخذ هذه الكلمة وتذهب مرة أخرى إلى موقع synonym.com، تضع الكلمة التي قمت بإيجادها وتقوم بالبحث من أجل إيجاد المرادفات الخاصة بهذه الكلمة. هنا يظهر بأن هناك العديد من المرادفات، يعني مثلا هنا utilized، تقوم بأخذ الكلمة التي وجدت مرادف لها، تقوم بوضعها في Namecheap وتقوم بإضافة كلمة cars بجانبها وتضع .com وتبحث. سوف تلاحظ إن كان هناك أي دومين متاح. نعم هذا الدومين متاح، صحيح بأن الأمريكيين والإنجليزيين لا يستعملون كلمة
utilized كثيرا كما يستعمل كلمة used، لكن على العموم سوف نأخذ هذا الدومين ونضعه هنا في الكولون الخاصة بالدومين 2. تقوم بنفس الأمر على كلمة vehicle، يعني الكلمة الثانية التي قمت بإيجادها، تقوم بنفس الأمر على الكلمة الأخرى التي قمنا بإيجادها في الكلمة المستخرجة. الشرح طويل جدا، نعم هذا صحيح، لكن تأكد معي بأنني أحاول أن أبسط لك الأمر. يعني بعد أن تقوم بإيجاد الدومينات باستعمال الطريقة الأولى التي شرحتها، وأيضا باستعمال الطريقة الثانية الخاصة بطريقة نيم بايو، الآن سوف نقوم بتحليل هذه الدومينات. أول شيء نقوم به هو الذهاب إلى موقع جوجل كيورد بلانر. سوف نأخذ مثلا الدومين الأول الذي قمنا بإيجاده، مثلا هذا الدومين كنت قد وجدته في ذلك اليوم، هذا الدومين كنت قد وجدته يعني من خلال البحث الذي قمت به. سوف نأخذ هذا الدومين، يعني نقوم بمسح .com، نقوم بوضع سبيس ما بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية، نختار العلم بأسره، نختار English وليس French، ثم نقوم بالضغط على Get Result. الأهم هو أن تجد أن هذا الدومين عليه بحث شهري أكثر من 1000. إن كان أكثر من 1000 أكمل عملية التحليل، إن كان أقل من 1000 لا تقوم بالأشياء التي سوف نقوم بفعلها الآن، يعني الأشياء التي نحلل بها الدومين. إذن بعد أن وجدنا بأن هذه الكلمة الدلالية عليها بحث شهري أكثر من 1000، بعد هذا سوف نرى عمر هذا الدومين، يعني سوف نذهب إلى الموقع الذي نستعمله دائما، هو موقع webconfess.com، نقوم بالبحث لكي نرى عمر هذا الدومين، ويظهر بأن هذا الدومين يعني ليس به عمر، يعني أن هذا الدومين يعتبر hand registered domain. إذن هنا ما دام هذا الدومين hand registered وبه بحث شهري أكثر من 1000، فهذا يعتبر دومين جيد. نضعه هنا في الكولون الخاصة بالapproved. عندما أقول approved هذا لا يعني بأنك سوف تقوم بشرائه، نحن الآن نقوم بعملية التحليل فقط. نفس الأمر سوف ينطبق على الدومينات الأخرى، يعني نفترض مثلا أنك قمت بإيجاد دومين، وهذا الدومين مثلا عليه بحث شهري أكثر من 1000، يعني مثلا مثل هذا الدومين minivan cars. بعد أن تجد بأن عدد البحث الشهري أكثر من 1000، سوف تمر وتضع الدومين في ويب كونفيس، سوف تجد مثلا بأن هذا الدومين عمره يعني 9 سنوات. تمر إلى الموقع الآخر وهو موقع webarchive.org، سوف تضع الدومين من أجل أن ترى تاريخ هذا الدومين وهل كانت به مواقع. تقوم بتحليل جميع السناب شوت بنفس الطريقة التي قمنا بشرحها في الدروس السابقة، وإن كنت لم تشاهد أي دروس فأنصحك بأن تقوم بمشاهدتها لأنها سوف تنفعك كثيرا. يظهر بأن هذا الدومين صاحبه قد اشترى من أجل إعادة بيعه، لا توجد أي مشكلة في ذلك. سوف تتحقق بأن هذا الدومين لم يكن به أشياء خبيثة أو أشياء جنسية. بعد هذا سوف ترى الباك لينكات الخاصة بهذا الدومين، سوف تقوم بتحليلها لرؤية إن كان هناك أي باك لينكات سبام، يعني يظهر أيضا بأنه ليس هناك أي باك لينكات سبام. بعد هذا سوف تقوم بالذهاب إلى Ultra Tools من أجل أن تقوم بالتحقق إن كان هذا الدومين يعني يوجد ضمن القائمة السوداء الخاصة بالإيميلات أم لا. إن احترم جميع هذه الشروط فهذا يعني بأنه دومين جيد، وسوف تقوم بوضعه هنا. أظن أن الأمر واضح جدا. قمنا مثلا بإيجاد هذه الدومينات، سوف تقوم بتحليل هذه الدومينات وتقوم بترتيبها، يعني من خلال تجربتك ومن خلال بحثك المعمق في هذا النيتش. أنا شخصيا قمت بشراء هذا الدومين trackedcars.com. لماذا؟ لأنه هو بكل بساطة بعد بحثي وجدت بأنه قد تم يعني اختراع تطبيقات خاصة بالتراكين الخاصة بالسيارات، يعني إن كان هناك أي سيارة تم سرقتها فيمكنك عمل تراكين لها ويمكنك إيقافها، يعني مثل إيقاف الهواتف أو إيقاف مثلا الحواسيب. هذا الأمر تم اختراعه مؤخرا، وتقريبا جميع السيارات سوف تصبح فيهم هذه الخاصية. يعني من خلال بحثي ومن خلال تعمقي وجدت بأن الدومين trackedcars.com هو دومين جيد جدا، ولقد قمت بشرائه.
قمت بتطبيق هذه الطريقة فقط على كلمة cars، لم أقم بعد بتطبيق الطريقة على باقي الكلمات الأخرى. سأعطيكم هذا الملف كهدية مني. هذا الملف يعتبر خلاصة للبحث المعمق الذي قمت به على كلمة cars. إن كنت لا تتقن اللغة الإنجليزية فلا أنصحك أبدا بأن تقوم باستعمال هذا الملف. إذن بعد أن تعرفنا على الطريقة وتعرفنا على طريقة تحليل الدومينات وتعرفنا أيضا على طريقة اختيار الدومين الجيد، يبقى فقط أمر مهم جدا يجب أن تأخذه بعين الاعتبار. أنصحكم بأن تقوموا بالابتعاد كليا عن أي شيء عليه حقوق طبع ونشر، فهذه الأشياء تعرض أموالكم للخسارة وأيضا قد تشكل لكم بعض المشاكل. لذلك مرة أخرى أنصحكم بالتركيز فقط على الأشياء التي قمت بشرحها الآن، ولا تقوموا أبدا بلمس أي شيء عليه حقوق ملكية، يعني من أجل مصلحتكم. إذن شكرا لكم على المتابعة وأعتذر عن الإطالة، كان من الضروري جدا أن أقوم بشرح كل شيء بالتفصيل. إن لم تفهموا أي شيء فقط راسلوني على حسابي على إنستغرام، فلقد أصبحت أقوم بعمل مجموعة من الأشياء هناك، أشياء مفيدة طبعا. إن كان لديكم أي سؤال فقط راسلوني على إنستغرام وسوف أقوم بإجابتكم بكل سرور. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.